سريره، ما ينفعش يطلع على السرير في البرد اللي احنا فيه يلاقي الملاية باردة، لازم تكون دافية. قومي في البرد اللي احنا فيه ده اعملي الجزء كده شوية بطاطا بالبشاميل ولا طبق شعرية باللبن. تعرفي تعملي بشاميل ولا متعرفيش؟ لو متعرفيش تخدي كده دوري هتلاقيه، اعملي له كده مشروب يهديله أعصابه كده، حطي له فيه شوية قرفان وزي زيتون، خليه يهدى كده وينام كالطفل البريء. بلاش تكوني تقليدية محلية وتعملي له ينسون، اطلعي شوية العالمية كده وخليكي انترناشونال، وقولي له شوية قرفان وزي زيتون هايلين في البرد اللي احنا فيه. قومي اعملي غدا يا مدام، البطة بقت بـ1000 جنيه. مع بداية الشتاء كده دفي لجوزك ملاية السرير، دفي لجوزك ملاية السرير قبل ما يروح ينام عليها يا مدام. روحي كده بدل ما تنشفي شعرك باستشوار. يا سلام يا سلام يا سلام، دفي لجوزك ملاية السرير واستغطي واستغطي ونامي نامي. يا جماعة انا غلطت، تنامي يا تنامي. خليك انترناشونال انترناشونال يا ولية، ده احنا بنكح تراب. خليك انترناشونال، احنا انترناشونال، احنا انترناشونال. ده احنا ننال لنفسه. الناس دي بتسلط علينا، الناس دي عايزة تجيب لنا سكتة قلبية، سكتة قلبية يا قلبي. يا قلبي يا قلبي. يا قلبي انا خلعت اسناني يا جدعان، والله العظيم ثلاثة، انا خلعت اسناني والله العظيم ثلاثة، لا اله الا الله. دي شفتها والله العظيم ثلاثة. لو نتمنى شباب والله العظيم تمام منكم خالص، كل يوم تعملوا لنا حوارات حوارات، واخد بالك انت ازاي؟ انا يا ترابي ثلاثة، وربنا 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 والله العظيم والله العظيم مظلوم الدنيا، مظلوم الدنيا والله العظيم ثلاثة. واعملي له وبتعملي نعمل له اللي نعمل له ايه بس؟ ناكل ام موز، ادي له موز، ادي له موز يا مدام، ادي للقرد موز، ادي للقرد موز، ادي له موز، كله موز والله العظيم.